السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر أحمد سيد في فيديو جديد. لكي تسطب لعبة أو تسطب بعض البرامج اللي هي بتستخدم الجرافيك والتحديثات بتاع الكمبيوتر، لعلك الرسالة دي. الرسالة دي معناها إن في installation didn't succeed، إن في تسطيب لحاجة اسمها نت فريمور فشل في التسطيب، كبيرة جدا أنا شخصيا عانيت منها. فيلا مع بعض نشوف المشكلة دي. المشكلة دي بيظهر لك الرسالة دي أو رسالة بنفس الشكل ده، installation didn't succeed، على حسب النت فريم ورك اللي انت عايز تنزله. هل 4.8 وده آخر إصدار موجود، ولا انت عايز تنزل الإصدار اللي قبل كده اللي هو مثلا 4.5 و4.6 و4.7؟ تعالى مع بعض نروح نشوف المشكلة فين بالظبط. أول حاجة لازم هتروح تنزل حاجة اسمها، لو انت ويندوز 7 هتنزل حاجة اسمها، هنروح مع بعض هنروح هندوس على، هتلاقي الرابط ده موجود عندك في الوصف. طيب هناخد الرابط ده كوبي، وبعدين نروح نفتح المتصفح، هنعمل لاسك للرابط، هندوس ذهاب، هيظهر لنا الخانة دي. هنا هنكتب في الخانة دي، طبعا هنكتب اسف سيرفيس باك 1 فور ويندوز 7. وبعد ما كده هنقول، هتظهر لنا الشاشة دي زي ما احنا شايفين. لما تظهر الشاشة دي انت هتدور على هل السيرفيس بتاع باك 1 ويندوز 32 ولا ويندوز 64، فانت هتدور عليها وتروح منزلها. على سبيل المثال هنا هتلاقي كلمة داونلود زي ما انت شايف، داونلود على اليمين. طيب هتروح هنا على الشمال، شايف كده، اقرأ اول واحدة معايا، ويندوز 7 سيرفيس باك 1 فور 64 بيزد سيستم. يعني ايه 64 بيزد سيستم؟ اي نظام ويندوز هتلاقيه يا اما 64 يا اما 32. هتروح على الشاشة الرئيسية بتاعت الكمبيوتر بتاعك، هتدوس عليها كليك يمين، هتنزل تحت كلمة Properties خصائص، هيظهر لك هنا حاجة، انزل تحت كده معايا هنا، هيظهر لك هنا System Type، نوع النظام. نوع النظام زي ما انت شايف كده اللي هو 64 بت. انا مثلا نظامي 64 بت، ممكن انت يظهر لك 32 بت. لو انت لقيت نظامك 32 بت هتحمل اللي هو 32 بت. طب لو انت نظام 64 هتحمل 64. هنروح دايسين مثلا على داونلود اللي هي 64 بت مثلا، طبعا انا محملها قبل كده فخلاص، فهلغي ايه، هلغي التحميل. طيب بعد ما تنزل هتعمل لها تسطيب، هتدوس عليها وبعدين انستول، هتدوس عليها، طبعا انت هتحفظها في مكان انت عارفه على سطح المكتب مثلا، وهتدوس عليها ايه تسطيب نيكست نيكست، وبكده تبقى سطبتها. ممكن تلاقيها موجوده عندك على الجهاز، والجهاز هيقول لك ان هي موجوده من قبل. طيب هنروح على الخطوة الثانية، وهي تنزيل حاجة اسمها شهادة. الشهادة دي بعض البرامج أو بعض التحديثات ما بتنزلش، علشان الشهادة دي مش موجودة في شهادات ملفات الويندوز. هتروح هتلاقي الرابط ده موجود، أنا سايبه لك، هتلاقي الرابط ده هناخده كوبي كده موجود معاك، هتلاقيه وهنروح واخدينه حاطينه في المتصفح. أنا بكتب له لاسك، هتدوس عليه، هيظهر لك هنا طبعا مكتوب لا تتوفر مع أي معينة، فانت دوس تنزيل، هتنزل هتنزلها مثلا على سطح المكتب، وهي الملف ده، هو الملف ده. طيب دي شهاده هنشوف دلوقتي. اول ما تنزل الشهاده دي هتدوس عليها انستول سيرتيفيكيت، كليك يمين تدوس انستول سيرتيفيكيت تسطيب الشهاده، وبعدين تقول نيكست نيكست، خلاص هيقول لك امبورت ووز سكسس، يعني تم نجاح التوريد للشهاده. هتروح على الجزء اللي بعديه، الخطوه اللي بعديها، واحنا هننزل حاجه اسمها مايكروسوفت كوم داونلود ديتيلز. ده ملف بينزل مثلا ل 64 وبينزل ل 32. الملف ده خاص يعني بالتحديثات، هنعمل عليها كوبي وهنروح على المتصفح بتاعنا، نكتب نعمل لاسك وهندوس عليه ذهاب. ظهر لنا الشاشه دي. لو انت نظامك 64 هتاخد الرابط لتا 64 وهتكتب، هتلاقي هنا ويندوز مثلا كاتب لك اللغات، كاتب لك ايه، ويندوز انجلش ولا صيني ولا خليك في دين. هنروح نزيل، ندوس تنزيل، هينزل لي الملف هنا، هيقول لي الملف ده حجمه 43 ميجا، فهنقول له تنزيل. وبعد ما هينزل هقول له كده، طبعا هو نزل بسرعه جدا ما بياخدش وقت، هقول له ايه، هقول له فتح، هيقول لي يتسطب. طبعا انا هشيل بعض اجزاء الفيديو اللي احنا مش محتاجينها. سيرجن فور ابديتس، هو كده بيبحث على تحديثات للكمبيوتر كده، لان الكمبيوتر ممكن يكون التحديثات واقفه. قال لك هنا بالظبط is already installed، لان انا مثبتها عندي على الكمبيوتر.
اما انت مش مثبتها فيظهر لك بعض التحديث وهتعمل ريستارت. خلي بالك هنا لازم تعمل ريستارت للكمبيوتر، يعني تعيد تشغيل الكمبيوتر. لو انت نظام 32 بت هتاخد الرابط ده، لو انت نظام 64 بت هتاخد الرابط ده. بعد ما خلصت دي هتنزل اللي هي فريم ورك نتورك، ندوس على كوبي، هناخد الرابط هنروح مع بعض هنكتبه في المتصفح بيست لاسك وهنروح. اول ما هنروح هيكتب لك انت عايز انهي نسخه من النت فريم ورك، عايز اخر حاجه اللي هي 4.8 ولا عايز 4.7 ولا عايز 4.7.1 ولا عايز 4.7. طبعا الافضل ان انت تخليك في احدث حاجه، لكن احيانا الكمبيوتر الجهاز عندك بيرفض دي بحيث ان هو بيبقى فيه ملفات ناقصه. خلي بالنا الحاجات اللي احنا عملناها دي في خطوه، طبعا بعد ما احنا نعمل رستره ليه للكمبيوتر هنعمل خطوه خليك معايا فيها، هتحمل ده وتسيبه عندك الوقت ما تعملوش تسطيب. خلاص هنحمله وهنخليه مثلا على سطح المكتب علشان نبقى عارفين مكانه او في مكان انت عارفه. خلاص انت حملت دي هتدوس عليها هيديك تحميل هيتسطب من غير نت. هنروح بقى على حاجه مهمه جدا وهي ايه، وهي هننزل حاجه اسمها ريسيت ويندوز ابديت تول. اكتب كده في المتصفح ريسيت ويندوز ابديت تول، دوس كده مثلا على جوجل ريسيت، اسيب لك الرابط بتاعها هيظهر لك على طول كده، هتدوس عليها هيظهر لك الرابط ده، اول رابط اللي هو دبليو يو ريسيت، هتدوس هنا هتظهر لك بالشكل ده، هتدوس داونلود تحميل. هقول لك انت عايز ايه بالظبط، 64 ولا 8 ولا 86. 8 و 86 ده يعني 32، خلاص يبقى هنا 64 اللي هو نظام 64، او لو كتب لك 86 اللي هو 32. هتدوس تحميل، انا محملها وهتروح مسطبه نيكست نيكست نيكست. طيب بعد ما تحملها هتظهر لك بالشكل ده، هتدوس كليك يمين ران از ادمنستريتور يعني التشغيل ك هتدوس هيظهر لك الشاشه دي تقول يس، هيظهر لك الشاشه الزرقاء دي هتكتب عليها هتكتب رقم 2 وتدوس انتر. هيبتدي الكمبيوتر يعمل بعض العمليات، هتستنى لغايه ما يخلص خالص. هقول لك اهو بدا يشيل لك بعض الملفات وينزل لك ملفات. ويندوز ابديت سيرفيس از ستارتنج، قال لك بريس اني كي تو كونتينيو، اضغط على زرار الاستمرار. ذا اوبريشن كومبليتد سكسسفولي، العمليه تمت بنجاح. هندوس على اي زرار وليكن المسطره، ظهر لي من 1 لغايه 13، هنكتب 0 وبعديها انتر. خلاص هي قبل الاخيره ان انت تروح على علامه الويندوز تحت، تدوس على علامه الويندوز هتروح على الخانه دي اللي هي خانه البحث، تكتب ام ام سي هتظهر لك فوق اللي هي ام ام سي، هتدوس عليها هتظهر لك يس ونو، هتدوس يس هتروح هنا هتطلع فوق خالص على كلمه فايل ملف، هتدوس عليها هتنزل تحت رابع او خامس خانه اد اور ريموف ازاله او اضافه، هتدوس هتنزل على رقم 3 اللي هي سيرتيفيكيتس الشهادات، هتدوس عليها هتدوس كلمه اد اضافه، هتدوس تحت خالص هنا اللي هي كمبيوتر اكونت، هتدوس نيكست تمام كده، هتدوس على الخانه هنا سيرتيفيكيت هتعلم عليها وتدوس اوكي، ظهرت لي هنا كلمه سيرتيفيكيت شهاده. هتدوس على السهم اللي قبليها هيظهر لك كل الخانات دي، هتروح على الخانه اللي هي الثانيه تاني حاجه هتدوس على السهم هيظهر لك كلمه سيرتيفيكيت، هتدوس عليها هيظهر لك حاجات كتيره جدا، خليك على سيرتيفيكيت هتدوس عليها كليك يمين، هتروح على اول تاسكس كل المهام، هتروح كمان يمين كده على امبورت هتدوس نيكست. طيب هنا بقى قال لك فايل نيم، اسم الملف، اسم الملف ده هو عايز الشهاده اللي احنا حملناها، احنا هنقول هنحمل الشهاده ومثلا نحطها على سطح المكتب، هندوس براوز اللي هي هندور على الملف فين. طيب انا كنت محمله مثلا في الداونلودز او في سطح المكتب، والله انا اعرف المكان اللي فيها الشهاده، ها هي مايكروسوفت روت سيرتيفيكيت اوثوريتي 2011، هندوس عليها هندوس اوبن هندوس نيكست فينيش، قال لك ذا امبورت ووز سكسسفول اوكي. طيب هتحاول تطلع من الشاشه دي، هتدوس خطا اللي هو غلق، هيقول لك انت عايز تحفظها ولا ايه، هتقول له نعم، هتكتب لها اسم وليكن اسم اي اسم او تسيبها زي ما هي متسميه كده كونسول 1، هتدوس يس
وسيف حفظ. طبعا عشان انا حافظها قبل كده قال لي ده هي موجوده بنفس الاسم، فلو طبعا انت مش هيظهر لك الرساله دي هنقول خلاص. طيب بعد كده الخطوه الاخيره وهي تحميل، هي تسطيب ملف النتورك او فريم ورك اللي هو 4.8. كل اللي فاضل عليك بقى ان انت تروح على ملف اللي هو الفريم ورك اللي انت نزلته، وليكن انا مثلا منزله في الداونلودز اللي هو ده، هيظهر لك عندك بالشكل ده. هو هيبقى ظاهر بالشكل ده اللي هو NDB 84 اللي هو 4.8 86. لو انت 86 ده اللي هو ايه اللي هو 32 فيها، هتلاقي هنا برضو بالشكل ده، ظاهره بالشكل ده. هتحمل الملف وتروح دايس عليه نيكست نيكست نيكست، باذن الله يتحمل وهينجح وهيديك في الاخر رساله اللي هو العمليه تمت. ولكن اصبر عليها لانه بتاخد وقت، بتاخد كام دقيقه كده على حسب سرعه الجهاز. وبكده هتلاقي نفسك حليت المشكله دي باذن الله. المشكله دي انا عانيت منها بشكل كبير جدا. ولو انت استفدت من الفيديو خلاص، حاول ان انت تنشره لغيرك وتعمل سبسكرايب او تعمل شير للفيديو لغيرك علشان يستفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.